يا سلام في اللي بتقول بدخن الصوت للجميع كمان مرة. يمكن في محمد مصلح عنده مشكلة، مش عارف يفعل الميكروفون. ست أسماء مش عارف يفعل الميكروفون. محمد شكور كمان عنده مشكلة، مش عارف يفعل الميكروفون. ست أسماء بده يقطع السماعة عشان بده يفعلوا وقت على الفوتو. بين ما يعطي، بده وقت يا خالد على بين ما يعطي البرنامج نفسه حسب قوة النت. ما هي إذا ما عملوا جان أوديو على الفاضي ما راح يتفعل نعم، إذا ما المايك فعل الخاصية على الفاضي. الفاضي علشان يقدر يفعل المايك تبع خليهم الجهاز. الصورة دقيقة، خلي الصورة دقيقة، اكتب لهم على الشات، اكتب لهم على الشات إنه فاعل المايك من حسب إجابة السهم الأحمر. لو هاي الصورة تنبعث على الماسنجر أحسن، ستسمر على اللقاء اللي طلع. عنا. لأن المعلومات أحسن، أنا كنت نعملها هيك للطالبات. ست أسماء فعلت الميكروفون. هي خلاص أول محمد مرة بعد شكور. تعود. أوكي خلاص طيب، هلا خلينا نكمل. تفضل. احنا وصلنا آخر شيء قبل ما يقطع الصوت، حكينا إن الصور في عندي إمكانية للتحكم فيهم بالزمن أكثر شيء، لأن الصورة مش مربوطة بزمن، فأنا في عندي إمكانية إن أقلل الزمن ظهورها على الشاشة أو أكبره حسب حاجتي إلها في المحتوى التعليمي. يعني ممكن تيجي ست سمر بتضع شعار إلها على الفيديو، على الفيديو من بدايته لنهايته، تضعف تراك أو من أوله لآخره زي هيك وتحطه في زاوية الشاشة. ممكن بتشرحه بجزئية معينة من خلال الدرس، ممكن أضع هذه الصورة أضعها في المكان المطلوب، ممكن بحتاج صورة قبلها. طبعا شوف، اذا الزمن ما بوصل على الصوره ما بتنزل، فانا دائما بقدر اتحكم بالزمن. طيب كيف بدي اظهر صورتين مع بعض في نفس الوقت؟ لازم احطهم في تراكات فوق بعض. يعني بدي اضيف، بدي اخلي صوره البيضاوي الشكل البيضاوي يظهر مع صوره الشكل المعين، فانا اثنين بحطهم في نفس وقت الزمن او فوق بعض. لاحظوا انا عندي يا اما بتظهر الصوره لما يكون الاثنين مع بعض طبقات فوق خط الزمن، بقدر أضيف أكثر من صورة في نفس الوقت. مفهومي؟ تمام تمام. بدي أضيف مقطع صوت، بسيط جدا، زي ما ضفت الصورة بضيف مقطع صوت، بسحبه وبحطه من بداية المقطع اللي بدي إياه. بدي أقص زمن معين بختاره وبتحكم فيه، بقص بالطريقة اللي بدي إياها أو بالزمن اللي أنا محتاجه.
ومع بعض بيكون هيك العمل شبه جاهز. طيب احنا كثير نتحكم بالزمن، والزمن عندنا كثير مهم التحكم فيه، ان اكبر واصغر عشان اقدر دائما اكون متابع وين انا في اي مرحله وصلت وكيف شكل الفيديو. فانا ممكن هيك اشغل، بقدر اشغل بطريقه تمام. طيب قبل ما انتقل على النقطه اللي بعدها اللي هو تعديل الشروحات من خلال الفيديو، بدنا نتعرف نقطة مهمة اللي هي تعديل الصوت. أنا مقطع صوت فلسطين أو النشيد الوطني الفلسطيني انتبهت إنه صوته كان عالي، فعشان أتحكم بصوته بضغط على مقطع الصوت الخاص بالنشيد الوطني، يظهر لي خط أخضر، شايفين الخط الأخضر الصغير؟ هذا بنزل هيك بصير الصوت درجته أوطى، صار الصوت أوطى. ممكن أتحكم في أكثر من صوت مع بعض، بس لازم يكون المقطع واحد. تمام؟ فرضنا ان انا اشرح، بدي اثبت حالة دراسية معينة، اني بدي اعمل زوم لكلمة معينة على الشاشة. يعني مثلا بعض المعلمين بده يشرح انه اضغط على ايقونة الحفظ، كيف بدي اركز على هذه الخطوة في البرنامج؟ ركزوا معي فيها، الخطوة بسيطة كثير. بروح على الأدوات الموجودة عندي على الشاشة، الميديا، اللايبرري، الأنيميشن، ترانزليشن، بيهيفير إلى آخره، بختار خيار اسمه أنيميشن، شكله زي السهم. هذا خيار الأنيميشن يخليني أعمل زوم للشاشة بالطريقة اللي أنا بحتاجها. طيب نشوف هذا البرنامج شو أدواته، أو هذا الأداة البرمجية شو بتعمل. تخليني أحول تركيزي على جزء معين في مقطع الفيديو، وهذا التركيز بيهمل الباقي. يعني زي نفترض زي كأنه بعمل زوم، بدي أركز على نقطة معينة، بختار خيار الأنيميشن، تظهر لي شاشة الفيديو الثانية اللي أنا مختارها، وفي عندي إمكانية تصغير حجمها. لاحظ مجرد ما عملت هيك، انتبهوا شو عمل، دشر كامل مقطع الفيديو، ركز على نقطة معينة اللي أنا بشرح فيها ممكن في هذه اللحظة. طيب كيف بتصير شكلها؟ أنت في اللحظة اللي صغرت فيها حجم الشاشة أو ركزت على نقطة معينة، البرنامج بيضيف تأثير التقريب عليها. هسا نشوف كيف. يعني لو أنا شغال بشرح، انتبهتوا كيف تلقائيا هو ما قطع الشاشة وراح على النقطة اللي انتم بدكم تركزوا عليها، هو عمل زوم بشكل تلقائي، وهذا كثير مفيد في الشروحات. كمان مرة تبعتوا. طيب نشوف كمان مرة كيف احنا ممكن نعمله. ركزوا معي في النقطة، بسيط جدا البرنامج. اذا عشان اضيف امكانية تقريب للفيديو نسميها زوم، بروح على خيار اسمه أنيميشن، ممكن يكون موجود في مور، تظهر عندي شاشة البرنامج أو شاشة الفيديو. من هان بتحكم وين بدي يعمل زوم وين بديش يعمل زوم. في اللحظة اللي أنت تتحكم فيها بالزوم تلقائيا يضيف لي إشارة على الشاشة، شوف هنا في الشاشة في خط الزمن ضاف لي سهم. بكمل بشرح على نفس التسجيل، مجرد ما انهيت وبدي ارجع ارجع الزوم او بدي احوله لمكان ثاني، اسحبه للمكان اللي انا بدي اياه، كمان بنتقل عليه، بدي ارجع الشاشه بحجمها الطبيعي، كمان هيك. لو انت تحضره راح تلاحظوا انه صار الشغل متناسق، يعني هيك. واضحة هذه النقطة؟ الجميع واضحة؟ حلو كثير على الخطوة. جميلة بالفعل. سامعين ولا راح الصوت؟ لا سامعين. يعني واضحة هذه النقطة ولا بلزم أعيدها؟
لا واضحة أستاذ خالد. تمام. طبعاً أنا في الشروحات أنا مسجل أكثر من نوع شروحات، هذه الأداة أكثر واحدة بستعملها أداة الأنيميشن. يعني إحنا نجي نتعرف على الأدوات أداة أداة بما إنه شرحنا أهم شيء، يعني اللي شرحناه اليوم تقدروا تعتبروه يخليكم تشتغلوا أي فيديو أي شروحات لكم إياه. تفضل تمام. لا بكيت بدي أحكي عن الأداء اللي بندمج بين فيديوهين، إذا كان عندي فيديوهين مع بعض جنب بعض وبدي أدمجهن، في أداء بتعملهن زي دمج. هلأ بشرحها. هلأ رح أشرح الأدوات اللي عندي بالشاشة عشان يكون الجميع عارفها. أول أداء اسمها أداة الميديا، أي مقطع صوت أو أي مقطع فيديو أنا بسجله بطلع في خانة الميديا. اللايبراري بكون في عندي شغل أنا مجهزه وبدي دائما استعمله، يعني زي انا سابقا اشتغلت شيء لي ان انا عندي كتابه معينه بتظهر في الفيديو، ما بدي كل مره اعيدها، بصير في عندي شغل محفوظ من خلال اللايبراري بسموها مكتبه، ممكن تضيف فيها صوره، ممكن تضيف فيها فيديو، يعني ممكن اذا عجبتني هذه صوره التفاحه كبس يمين اتو لايبراري بضيفها على المكتبه بتضلها عندي مخزنه اي وقت بحتاجها باخذها. annotation هذه الإشارة ممكن أضيف فيها شرح معين، يعني أنا بدي أظهر كتابة معينة على الشاشة عشان الجميع ينتبه لها، فبسحب الإشارة على الشاشة في اللحظة اللي بدي إياها، ومن خلال الخصائص على اليمين بغير اسمها، بغير لونها، بغير ممكن شكلها، ممكن حجم الخطوط، أعمله متقطع، أعمل الخط الخارجي لون أزرق. مهم تكوني محدد على التايم لاين وين بدها تظهر هاي قبل ما إنك تضيفها، تبقى حاطط خط الإشارة عند النقطة اللي بدك تظهر عندها. نعم، يعني أنا في مقطع الفيديو بكون في هذه اللحظة بدي هذه الإشارة، أسحبها وأضيفها دراجها للمكان اللي بدي إياه. كيف بدي أعدل الكتابة؟ من خيار إيه؟ يعني أنا عندي على البروبرتيز أو على الخصائص هذا الخيار، أتحكم في الألوان والأشكال، الأي في النصوص، حجم النص كبير صغير إلى آخره، ممكن هنا الزمن اللي تطلع فيه في مقطع الفيديو، فعشان أغير الكتابة دبل كليك عليها، سهلة جدا، بكتب مثلا، إذا تغيير الكتابة عن المقطع أو على الأداة دبل كليك على الكتابة نفسها، يعني لو جيت على الخيار اللي بعده تمام. هذه دبل كليك عليها واكتب مثلا. البرنامج بيدعم اللغة العربية فما راح تواجهكم مشكلة فيه. عندي عدة أشكال، في عندي بيسكس، في إذا بدي أول كثير في أشكال، أنتوا شطارتكم يعني ممكن في المستقبل أنتوا تخترعوا أشكال جديدة. إذا بدي طبعا هذه اللي هي اللي بنسميها الفقاعات، إذا بدي أسهم بنتقل على خيار الأسهم. إذا بدي أشكال دائرية، مربع، مستطيل، مثلث كمان موجود. إذا بدي أدوات تعتيم مثلا بدي أخليهم، بدي أعتم الشاشة بلور أعملها من هنا، هذه أداة البلور بتخليني أعتم مشهد معين بديش يظهر، يعني إذا أنا عندي كلمة سر ما بدي أشوفها الطالب من أداة البلور، هي أداة بسيطة جدا بسحبها تعمل تغبيش على الشاشة أي منطقة وضعها فيها. في عندي أداة اللي هي سبوتلايت، بدي إياها يركز على نقطة معينة بدون ما أعمل زوم. سبوتلايت حلوة هذه الأداة بتفيدكم كثير، فبتخلي الشاشة كلها معتمة ما عند المنطقة اللي أنا بدي إياها. الكلام هذا عشان أعمل إشارة إذا بدي أعمل تأثير بلون معين وأنا أشرح. بدك تأشر على نقطة معينة. نعم. وهذه أداة البكسلة بتخرب الصورة عشان كمان زي فكرة البلور بس بشكل بكسل. ضفنا فيه طبقات صارت. يعني هذه أداة البكسلة هيك بتكون أوضح. فإذا بتلاحظوا في بعض الأوقات لما يكون في عندنا مشهد بنغطى على صورة الشخص استعملوا هذه الأداة. نعم. بتخرب الصورة خاصة في المشاهد اللي فيها عمق فيها.
دم بيخفوها بهاي مثل هيك أداة بيعملوا دوبلاج للفيلم للفيديو. نعم احنا نستعملها كثير اوقات لتعرض مقطع فيديو. هو برنامج مونتاج اكثر يعني كثير في المونتاج مفيد هذا البرنامج. هو مركزين للشروحات. يعني انا في عندي برنامج مونتاج اسمه سايبر لينك بار دايركتور، هذا لكل الموجودات فيه وفي ميزات اكثر، بس هذا مركزين للشروحات فيه. يكون يطلع منتج تعليمي. اشتغلنا في سمر عفوا اشتغلنا فيه في دورة ويلر تذكري اشتغلنا عليه، بس هلا الادوات اكثر والامكانيه اكثر الشغل فيه. ABS كامتازيا اشتغلنا عليه، بس ما كان في هاي الامكانيات زي اليوم. يعني الإصدار هذا كثير حلو، كثير فيه إمكانيات، كثير فيه إضافات. الإصدار 9 كثير كثير أجا في تغيير جذري عن اللي قبل، يعني أجا قلب كل شكل الشاشة أصلاً. صح؟ لأنه كنا نشتغل عليه ما كان يعطينا هاي الإمكانية. نعم، كانت نسخ القديمة زي البرامج العادية، ما فيش شيء كثير، بس هذا أجت النسخة الجديدة كثير غيرت. صحيح. طبعا هذول الادوات انت مع الوقت تتعلموا عليهن. في هي هذا اداه حلوه انا ما كنتش انتبه لها قبل، اللي انا بقدر احط اختصار للكيبورد على الشاشه، كنترول مع اي حرف، مثلا حرف A كنترول C شو الرمز اللي بدي اياه، مثلا كنترول زائد مثلا X، حرف ال X زائد مثلا حرف ال Y. وكمان بعطيكم رمز للاختصارات الكيبورد اذا بعمل شيء تعليمي لطلاب الاي تي. شوفوا كل اداه انتم بتضيفوها تلقائيا البرنامج بضيفها از لاير، فصار في عندي حوالي 15 طبقه او 17 طبقه. فانا بدي اعمل شغله بدي ادمجهم مع بعض، وهذا بدر عليكم فيه. طيب نكمل باقي الادوات. الترانزيشن عملية التنقل بين الشاشات، يعني ممكن يكون في عندي مقطع فيديو مخصوص وبدي اعمل تنقل فيه، يكون التنقل سلس ما احسش انه قطع او انتقلت من منطقة A لمنطقة B. فهذول الادوات انا بسحبها وبحطها على الشاشة، فبعمل عندي التنقل بين المقاطع الفيديو بشكل حلو، ممكن يكون ممتع للطلاب. فشوفوا عندي اكثر من اداه، حوالي عندي يمكن 30 اداه طريقه تنقل، مثلا زجزاج باور بوينت تقريبا باور بوينت 100%. صوتهم ما بيركب على الصوت، لازم بس على الفيديو، ممكن على كله هيك. فلما جيت كل من هذا استاذ خالد اللي انا حكيت عنها، اللي طلبتها، اللي كيف انك انت تدمج الفيديوهين مع بعض بشكل حلو، يطلع يدمج عشان ينتقل للفيديو الثاني. هذا احنا بنسميه ادوات التنقل ما بين المقاطع الفيديو. احنا من كل هني ندمج فيديوهين مع بعض بطريقه حلوه وبشكل حلو. نعم صحيح. من هين من هين ممكن تجرب كل الادوات، ممكن انتم تجربوهن واحده واحده وتشوفوا انه الافضل لكم. يعني انا ممكن مثلا يعجبني مثلا هذا الراندوم، ممكن انتم يعجبكم شيء ثاني. يعني هذا في النهايه بيرجع لذوقكم انتم، كيف اليه تعاملكم معها، كيف بتحبوها ولا لا. فهن حوالي في 30 أداة، وفي على الإنترنت كمان أدوات إضافية. أداة أنيميشن شرحناها، اللي هي بتحكم بعمل زوم لمنطقة معينة. في عندي البيهيفيرز اللي هي إذا عندي نص وبدي أعمل عليه تأثير. يعني لو فرضنا بدي أجيب كتاب بتتحرك من بيهيفيرز behavior اسف، فانا بسحب المقطع اللي بدي اياه في الزمن اللي انا بحتاجه بضعها فيه، بتطلع الكتابه داخله. يعني انا بدي اعمل هذه الكلمه مربوطه بالصوره، لو هي الصوره شغاله بتطلع كتابه، بتطلع تاثير الصوره ايش صارت. وهذا التاثير بياثر على الكتابه، بياثر على الفيديو، بحيث انه وبأثر كمان على الصوره، بحيث انه ممكن يعمل تاثير على الصوره نفسها. صورة التفاحة كانت ثابتة، لما ضفت عليها التأثير الحركة لاحظوا كيف صارت تتحرك. فإذا جبت نص كمان بنطبق على النص، بدي أسحب هذا التأثير وحطه على صورة من الصور، مثلا صورة الشكل الدائري.
شوفوا كيف صار. إذا انتبهتوا له تحرك. طبعا مش شرط لازم يكون كل شيء ثابت في موقعه، يعني ممكن تعملوا تأثيرات حلوة بحيث انه تطلع صورة، او مثلا بدي اجيب صورة معينة تيجي بطريقة حلوة زي تأثيرات الباوربوينت. انا عجبتني المس لما حكت تأثيرات الباوربوينت. فهذول انتم في النهاية يعني ما فيش نقول نقاط الف باء كيف نستعمله، كل واحد حسب حاجته كيف يحتاجه هو بنفذ فيه، واحد حسب لمساته. نعم، أنا بدي أشرح ومهتم إنه يكون الماوس ظاهر من الكروزر. أنت بتعطي إمكانيات البرنامج بتعرفهم، ممكن نعم. نطرح وهم بعدها بيختاروا، كل واحد بيستغله بطريقته. صحيح، البرنامج فيه طريقة ذكية إنه بيحدد الماوس في الشاشة، ممكن يضلوا يعمل تتبع للماوس من خلال الكروزر. فلاحظوا أنا عندي الماوس لما يتحرك بظل هالدوارة الصفرة لاحقته. ممكن إذا أنا ما بدي دوارة صفرة ممكن أعمل دوارة عادية، ممكن أتحكم في لون الدوارة على فكرة، أغير لونها وأغير وأتحكم فيها. هي ممكن بدل ما هي أصفر أعمل لها لون أزرق أو لون أحمر أو لون زهري. ممكن أغمقه وممكن أفتحه من الليبروبرتيز من الأوبيسيتي. سايز تبع اللي هي الدائرة. دائرة. إذا بدي مثلا يشوفوا منين الماوس تحرك، في عندي هنا زي تتبع شريط فبعطيك منين الماوس تحرك وين راح وين أجا. كمان حلوات تأثير الكليكات، يعني إذا أنا بدي تظهر الكليك على الشاشة أو الرايت كليك ممكن زي هيك نضيف تأثير. طبعا هذا تأثير الماوس بتطبق على مقطع الفيديو كامل، يعني إذا أنا عندي الفيديو مقطعين لازم أطبقه على المقطعين. فهذا الفيديو لاحظوا إن أنا الماوس متبع، بس الفيديو الثاني الماوس مش موجود فيه، فأنا بلزم أضيف لكل مقطع فيديو بلزم أضيف أداة تتبع الماوس وأداة الكليكس إذا أنا بدي يكون في كليك. إذا في عندي صوت أنا بدي أضيف مقطع صوت بشكل لحظي لنقطة معينة، مثلا الصوت مش واضح أو بدي أعمل شرح صوت، بديش أعمل شرح للفيديو كامل، أنا من خلال الصوت من خلال أداة النويز آسف الفويس الزمن اللي بدي فيه مقطع الصوت بختاره، بضغط على Start Recording فهو بصير يسجل شو بيطلع على الشاشة، وبعد ما أعمل Stop راح يضيف لمقطع الصوت على الشاشة اللي أنا ضفتها. وهذا الصوت اللي أنا سجلته هسا. واضح؟ واضح. على الأغلب ما راح تحتاجوها هذه Audio Effect إذا بدي أعمل تأثيرات للصوت. عندي صوت في مزعج، عندي بدي أربط بين مقطعين صوت مع بعض في نفس الوقت وأعمل تأثير تنقل بينهن زي النشيد الوطن هن، بسحب بينهن زي هيك بيعمل تأثير ممكن يحسن الصوت. هذول كمان تقدروا تجربوهن. فيجوال إفكت تأثيرات على الصورة، هذا الجميع بيعرفها في أي برنامج مونتاج موجودة، بحيث إنه أنا ممكن أعمل تأثير على فيديو معين يتغير شكله. ممكن أضيف تأثير اللون الأخضر مثلا على هذا المقطع بصير لون المقطع كله أخضر، تقدر تتحكموا فيه غير لونه بدل ما هو أخضر يصير على أحمر. كمان هذول أدوات مسموح لكم إن تعدلوا عليهم. إذا بدي أشيل لون هذا شوي متقدمة ديفايس فريم، إذا أنا بدي أشيل الفريم للجهاز يعني بدي أخلي جهازي على أو المقطع تعي على كأنه شاشة كمبيوتر. بشوفه هذا حلو، يعني إن أنا بقدر أخلي الفيديو تبعي كأنه شاشة كمبيوتر عشان يفهم الطالب.
شوف كيف كأني بشرح على شاشة بشكل حلو جدا. شوف كمان في عندي أدوات الأوديو إفكت شرحناها. أكتيفيتي بتلزمنيش إذا بدي أعمل امتحان على الشاشة بس ما بلزم. وكابشن إذا بدي أضيف ترجمة للفيديو كمان هذا ما بلزم. هلا نحكي إنه أنا جهزت المقطع كامل وبدي أعمل له مونتاج بحيث أقدر أنشره للطلاب. فركزوا معي في هذه النقطة كثير مهمة. أول إشي بعمله من خيار شير بسألني وين بدك تعمل الشير، وين بدك تودي الفيديو، بدك إياه على برنامج اسمه سكرين كاتش، على برنامج ثاني اسمه تيك سميث، على برنامج الفيمو، على اليوتيوب، على جوجل درايف، على أي بتاع. أنا راح أختار له لوكال ديفايس أو لوكال فايل إن أنا بدي أحفظه على نفس جهازي. سألني شو دقة الفيديو اللي بدي أشتغل عليه. طبعا كل ما كانت الدقة أعلى كل ما كان الفيديو أحسن للمستقبل. فأنا ما بنصح الفيديو يكون أقل من 720 أو 1080p. شايفين هذول الثلاث خيارات؟ ركزوا عليهم. طيب نفهم شو هذول الخيارات. طبعا واضحة هنا شير برنامج اللي هو سكرين كاست. إذا بدي على اليوتيوب كمان هنا بخصصه لليوتيوب. هنا كمان إذا أنا بدي الفيديو يكون على جهازي أنا ما بدي أنشره على اليوتيوب، فبختار مثلاً MP4 only 1080 اللي هي دقة العرض للمقطع الفيديو. فأنا بنصح إذا كان شو مكان الدقة عندك اعملوه 1080 عشان نحاول نضمن أعلى جودة للفيديو. طب ما نكس انتبهوا في عندي ثنتين هنا MP4 only وفي عندي MP4 with a smart player. هلا شو بيفرقن عن بعض؟ السمارت بلاير اذا انا بكون حاطط كابشن او كويزز لازم يكون سمارت بلاير، بس انا ما بدي اياه، بدي يكون بس ام بي 4. ثم نكس بيسالني بكل في عده شغلات في الفيديو مش مدعومه انه تنتقل كحركات كتاثيرات زي بالذات عيد الناس. بقول له التالي بحكي لازم يكون عندك المشروع محفوظ، فانا بسميه مثلا تيست IT test. لازم يكون المشروع محفوظ ومكان الحفظ ثم فينش. هو حاليا ببلش يعمل اشي انا بنسميه رندرة او مونتاج الفيديو. كل ما كان جهازكم افضل هذا الفيديو الوقت او الفيديو بيشتغل اسرع. يعني اذا كان جهازك i3 ممكن تاخذ منك العملية 5 دقائق، ممكن اذا كان i5 تاخذ العملية دقيقتين. إذا كان عندكم كرت شاشة قوي على اللابتوب ممكن تاخذ العملية 40 ثانية. في النهاية بيرجع قوة الريندرينج للجهاز. كل ما كان الفيديو أطول رح ياخذ وقت أكثر. كل ما كان الجهاز أقوى بقلل هذا الوقت. طبعا هيك الفيديو شبه خلص، مجرد ما يخلص راح تلاقوه فتح فينيش وكمان مقطع الفيديو فتح. طب ليش هذه الشاشة السوداء ظهرت امامي؟ طبعا الفيديو عندي خلص بعد 20 ثانية او بعد 10 ثواني. ليش الشاشة السوداء؟ هذا بتوقع ليش؟ ليش كان ما اسود؟ التايم لاين احنا ما صغرنا الاصلي للفيديو اللي احنا حاطينه.
المفروض صغرناها قد اللي حطيناها بالتراكات صح؟ تمام، حكت المس صحيح 100%. أنا عندي في التراك راح يتبع أعلى نقطة في التراك، فلاحظوا أنا النشيد الوطني عندي بنتي التراك تبعه بعد دقيقة وأربعين ثانية، ثلاث دقائق وأربعين ثانية، فرح يظلوا ماشي للثلاث دقائق وأربعين ثانية. بحيث أنا أردت أخلصه على نفس الوقت لازم أتأكد أنه كل التراكات عندي على نفس الوقت بتنتهي. يعني ممكن أقص السلام الوطني أعمل ديليت وهكذا عشان يطلع معي في المونتاج. طبعا البرنامج كثير سهل، شوية تدريب يكون الموضوع سهل جدا، يعني ما بدوش إشي، يعني مجرد ما إنه استعملته مرة لأي شغل ممكن تستعملوه بتقدر يكون وبيطلع معكم شغل حلو. يعني أنا ممكن أفرجيكم شغل إلي على البرنامج الكامتازي ممكن يستغرق 3-4 ساعات، بس شغل كثير يعني بأخذ وقت بس بيطلع النتيجة حلوة وسهل على الطلاب. فأنا بدي أفتح لكم مثلا مشروع سابق إلي وتشوفوا. فأنا عندي هذا كنت شغال إشي لست سمر سابقا، شوفوا كم مقطع عندي، مدة المقطع 14 دقيقة، كم عملية تقطيع فيه تمت للصوت للشاشة. فإذا أنا بكبر خط الزمن بيظهر معاكم تفاصيل أكثر. أول مرتين ثلاث الفيديو ممكن يأخذ معاكم الخمس دقائق تأخذ نص ساعة، بس بعد هيك بصير سهل جدا، تكونوا عارفين شو بدكم تشتغلوا شو الأدوات اللي بدكم تضيفوها. تمام هيك؟ تمام واضح. بدي بس اعمل اشي اخير جدا اللي هو اضيف لكم مقطع فيديو نتحكم فيه نشوف كيف بيطلع مقطع الفيديو كيف لما بدي اقصه. يعني انا بضيف مقطع فيديو كمان نفس آلية اضافة الصوت نفس اضافة الصور، بحطه على خط الزمن. لما يكون في عندي فيديو جاهز راح تلاحظوا انه راح ينضاف اداة واحدة بس اللي هي او نقول تراك واحد اللي هو تراك الصورة. ممكن اعمل له سيبريت الاوديو عن الفيديو بصير مقطعين، بس انا ما بنصح، يعني الفيديو اللي بيكون مقطع واحد خلوه مقطع واحد ما تعملوا له سيبريت، بتقصقصوا على حسب حاجتكم. ممكن انا اقص الفيديو نفس ما تعلمنا، هي قص لزمن معين ثاني، هي قص كمان. ممكن أضيف عليه تأثيرات إذا بدي نصوص، إذا بدي أسهم. ممكن أضيف عليه تنقل بين الشاشات. لو نقدر نجربه هيك نشوف كيف راح يطلع. تمام هيك. هلا في حدا عنده أي سؤال بخصوص أي أداة في البرنامج؟ يعطيك العافية أستاذ خالد. بدي أسأل بالنسبة لما أنا بسيف بيجيب لي ووتر مارك، ما جابها عندك الووتر مارك؟ لأنه أنا عندي النسخة مكركة مسروقة صح، أنت عندك النسخة بتكون نسخة مجانية.
طيب هلا انا تسال نفس السؤال. السيرفر نزل يعني هو بيحمل بطل في اتصال مع السيرفر. انت مباشر حملت على اليوتيوب صحيح؟ لا لا حملت هلا من الرابط اللي اعطيتنا اياه بعد تقريبا نص التحميل او اكثر فصل من السيرفر. فريده ما عملتي له استكمال؟ المفروض يعمل استكمال. ما رضي. لا طيب تعرف التورنت؟ ابعت لي اعطيك لينك تورنت وممكن انت من خلاله تنزليه عن طريق برامج التورنت. طيب ان شاء الله. ثواني بس اجيب لك اللينك. انا بصراحه بحبش اعطي الناس لينكات تورنت لانه من الاغلب ما بيعرفوا له. طبعا لينك التورنت اللي راح اعطيك اياه هذا اللينك اللي بعت لك اياه الطويل علمي كله من عند كلمه ماجينيت لاخره حطيه لصق على المتصفح وبقول لك هل تريدين فتحه باستعمال اليوتورنت؟ قولي له نعم وبفتح على اليوتورنت. طيب ان شاء الله شكرا جزيلا. ان شاء الله. كمان حد من المعلمين او المعلمات تحب يسال عن اي شيء بالبرنامج؟ استاذ احمد ست فلسطين نادى. بس انا بدي تبعت الرابط كمان مره مش الترن الاول الرابط ماشي. الاول تبعته كمان مره لانه راح. حاضر ولا يهمك. الله يسعدك تسلم. هاي الرابط الأول. أستاذ خالد يعطيك العافية. يعافيك ويخليك. تفضلي. في سؤال كمان لو سمحت. تفضلي. هلا لما بدي أعمل استيراد لأي فيديو بتفرق عندي الصيغة؟ الصيغة تاعت الفيديو؟ إذا كان البرنامج مكرك على ما أعتقد أغلبية الصيغ مدعومة، يعني إذا أنا باجي على الصيغ الفيديو مدعوم من الـ AVI، الـ MP4، الـ MPG، الـ MPEG، الـ VMV. أغلبية الصيغ مدعومة. يعني ممكن تستوردي كمان باوربوينت إذا بدك. الصوت MP3، ويب، VMA، M4A. باوربوينت صراحة مجربت إيش بتجرب أستدعي أشوف ملف باوربوينت كيف تطلع. إذا نزلت أي مقطع فيديو من اليوتيوب أو من أي موقع على الإنترنت لازم يكون من ضمن هذول الصيغ وغالبا راح يكون MP4. إنه الصيغ الأونلاين مستحيل يعني تكون غير هذول الصيغ لأنه ما بيش ست رنين. إذا عندك سؤال أستاذ جبر الله، ست ندى، ست مها، إذا عندك أي أسئلة قبل ما نمشي. اسلم والله والله كفيت ووفيت. يعطيك العافيه استاذ ولا شكرا. طبعا اذا انا استوردت ملف PDF اسف باوربوينت راح احول لي شاشه الباوربوينت لسلايدات، كل سلايد راح تكون على شكل صور. ممكن اسحب صور معينه سلايدات واحطها على الشاشه. معك احنا يا استاذ خالد يعطيك العافيه متابعين. يعطيك الف عافيه متابعين والله. تمام انا هيك بكون تقريبا انهيت الاشياء الاساسيه في البرنامج. طبعا انا يعني بعتقد انه ممكن يكون مش كل المعلومات جمعتوها ولكن عندنا تسجيل الفيديو موجود راح ابعته للست سمر واللي بحب يرجع له كمان بقدر يرجع له. البرنامج ستكون في النهايه ما جربتوش كل الشرح بروح على الفاضي، يعني لازم انتم تجربوا في ايدكم، حتى شرحي ممكن ما يفيدكمش لما تجربوا. مش لأنه البرنامج صعب، لأنه لما تجرب راح تكتشف إنه أنت
بيطلع قدامك خيارات جديدة حسب إصدار البرنامج. ممكن أنا معي كمتازة 2019